لومبر. بالنسبة لحادثة تختموها حيال هذه القنوات بالتنسيق مع حقيقة الأمر، التحقيقات لم تثبت أي ارتباط ما بين المنفذين للعمليات في بنغازي وفي طرابلس، ولكن التعليمات أو المعلومات الواردة والتقارير الواردة تثبت بما لا يدع مجال للشك أنهم لديهم ارتباط بقادة وأزلام النظام المتواجدين في تونس المتواجدين في القاهرة. هذه القنوات يعني تؤثر في الداخل في ليبيا، ما زال ربما بهذا الخصوص. شكرا. تجاوز العدد 100 دبابة وهنالك أكثر من 25 راجمة، وكل هذه الأسلحة ثقيلة، والعديد من صواريخ الهاون وكل هذه الأسلحة الثقيلة. كنا نعتقد أن هذا المعسكر هو درع لحماية ليبيا ولحماية أمن الليبيين وحماية أهداف ثورة 17 فبراير، لكن للأسف وجدنا هذا المعسكر في الاتجاه الآخر المغاير. على فكرة آمر المعسكر يدعى خالد إبراهيم كريد، وهو ضابط برتبة نقيب. الناطق الرسمي باسم اللجنة الأمنية العليا ليبيا.